إذاعة صوت العرب من أمريكا تدعوكم إلى نسائم حب، نسائم تفاؤل، نسائم أمل، نسائم سعادة، ونسائم حياة. نسائم الأربعاء، نسائم الأربعاء من أعداد مجدي فكري. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من حلقات نسائم الأربعاء، حيث يسعدنا أن نصحبكم في هذه الجولة التي تهب علينا نسائمها فتعطر أوقاتنا بأريج المحبة والخير والسلام. نسائم تبعث في النفوس الأمل والتفاؤل وتزرع بداخلنا الأمن والطمأنينة بأن غدا أفضل. نسائم الأربعاء، نسائم محبة وسلام تحمل معها الخير والمتعة والفن والثقافة والإبداع، نهديها إليكم عبر أثير إذاعة صوت العرب من أمريكا. خلال هذه الرحلة نقدم لكم مجموعة من الفقرات المتنوعة التي نتمنى أن تنال إعجابكم. نسائم اليوم نسائم ربيعية معطرة بروائح الورود التي تملأ الأرض خلال فصل الربيع، والذي يبدأ في كل دول العالم في النصف الثاني من شهر مارس، ليغطي الأرض بالأزهار وتغدر فيه الأشجار وتنبت الثمار. وتحمل نسائم اليوم حديثا متنوعا عن المرأة العربية، حيث يحتفل العالم في 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة تقديرا لدورها الكبير في المجتمع. ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غد مستدام، اعترافا بمختلف مساهمات النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم اللائي يقودن مهمة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته والاستجابة له لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع. هيا بنا في أولى فقرات هذه الحلقة نتابع أخبار أمريكا والعالم والعالم العربي من خلال هذا الموجز الإخباري والزميلة هناء صبحي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وهذه الجولة السريعة مع أهم أخبار أمريكا والعالم والعالم العربي. ونبدأ الجولة الإخبارية اليوم بأخبار الولايات المتحدة. دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لطرد روسيا من عضوية مجلس حقوق الإنسان، وأكد بلينكن أن انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيفاقم الأزمة الإنسانية والحقوقية في أوكرانيا. في ظل تسارع الغزو الروسي لأوكرانيا، تقدمت كوسوفو بطلب إلى الولايات المتحدة لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في البلاد. اتهمت واشنطن الدبلوماسيين الروس الاثني عشر الأعضاء في بعثة بلادهم لدى الأمم المتحدة، والذين قررت طردهم بأنهم عملاء استخبارات. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن على المواطنين الأمريكيين التفكير في مغادرة روسيا فورا على متن طائرات تجارية، مشيرة إلى تزايد عدد الرحلات الجوية التي يتم إلغاؤها، وكذا الدول التي تغلق مجالها الجوي أمام روسيا بعد غزو أوكرانيا. ومن أخبار العالم، أطلقت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة لها أمس الثلاثاء نداء عاجلا لجمع أكثر من مليار دولار، وذلك بهدف تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بعد الغزو الروسي. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: نحن نشهد ما قد يكون أسوأ أزمة لاجئين في أوروبا لهذا القرن. قال برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي أمس الثلاثاء إن العقوبات ضد روسيا ستضرب النظام الروسي في الصميم وسيدفع الشعب الروسي أيضا الثمن، وأضاف: سنشن حربا اقتصادية ومالية شاملة على روسيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عزمها توجيه ضربات بأسلحة فائقة الدقة للمنشآت التكنولوجية التابعة للأمن الأوكراني، وذلك بهدف اعتراض الهجمات الإعلامية ضد روسيا.
وكذا وجهت الدفاع الروسية نداء لسكان كييف لتجنب ضربات فائقة الدقة على مراكز الهجمات الإعلامية ضد روسيا. أطلق برنامج الأغذية العالمي عملية طارئة لمدة 3 أشهر في أوكرانيا لتقديم المساعدة الغذائية للأشخاص الفارين من الصراع، وقال مسؤول إن برنامج الأغذية العالمي على أهبة الاستعداد لمساعدة اللاجئين في البلدان المجاورة. وإليكم أهم أخبار العالم العربي. أكد وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان حالياً أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لا تزال تحتاج إلى الإسراع فيها، وذلك للوصول إلى نتائج عملية تفرضها دقة الوضع الاقتصادي في البلاد، مشدداً على ضرورة مصارحة اللبنانيين بأن أي تأخير لن يكون في مصلحتهم. صوت مجلس النواب الليبي أمس الثلاثاء على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشا أغا ب92 صوتا من مجموع 101 من النواب. أعلن الأردن أمس الثلاثاء أنه استعاد 9 قطع أثرية جرى تهريبها من المملكة إلى الولايات المتحدة، من بينها تماثيل لحيوانات حجرية من العصر الحجري الحديث، ومذبح حجر نحاسي، وشواهد قبور، وتمثال بشري، وإبريق من البرونز. نجحت السلطات المصرية عبر جهود التواصل مع الخارجية الأوكرانية في إصدار تعليمات لحرس الحدود الأوكراني بالسماح للمصريين بالمغادرة من نقاط الحدود مع جميع الدول المجاورة. تسلمت الإمارات رئاسة الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، وقالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبا، قالت: نحن نرأس مجلس الأمن في وقت يشهد العالم فيه أزمات عدة، وأضافت: الإمارات تطالب بخفض التصعيد والحوار بشأن أزمة أوكرانيا. شكرا لكم مستمعين الأعزاء، أعد لكم هذه الفقرة الإخبارية مجدي فكري، وقرأتها عليكم هناء صبحي. دمتم بكل خير. نسائم الأربعاء. مرحبا سعيد. أهلا علا. ليش هالمقابلة الفاترة هاي؟ بيقول المثل لاقيني ولا تغديني. يمه زعلتي، شنو رأيك إذا لقيتك وأيضا غديتك بأحسن مطاعم ميشيغان مطعم عشتار؟ والله فكرة، أفضل الأطباق والمقبلات العربية والعراقية وأحلى ملقى. ولا تنسين اللحوم الطازجة مباشرة من ملحمة عشتار لزباين عشتار، وملحمة عشتار توفر اختيارات متنوعة من كافة أنواع اللحوم وبأسعار متميزة وجودة أيضا مميزة. ملحمة عشتار تقع على 36865 راين رود في مدينة جولي هايت. وأكيد أحلى لمة وأطيب لقمة في مطعم عشتار اللي عنوانه 36215 ماير رود في مدينة ستيرلينغ هايت. هاتف 586-698-2585. يلا علا يلا عشتار، للجودة وكرم الضيافة عنوان مطعم عشتار. حس إنه إيديك عم تنمل أو كتفك عم يجمد أو أصابعك عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما بتريد؟ مرحبا، أنا الدكتور عبد المجيد قطرنجي. زورونا بموقعنا الإلكتروني www.katranjihandcenter.com لتتعرفوا على كيفية العلاجات لإصابات اليد والكتف والكوع، وإن شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا الجديد في تروي ميشيغان، ونتمنى لكم العفو والعافية. للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقعة على 1565 في مدينة تروي البناء F، أو اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263. That's 248-869-4263. لتحضري عشاء طيب وسفرة ملكية، منقدم لك تشكيلة متنوعة وغنية، مربيات، كبيس وحمص بطحيني، الجودة عالية والمنتجات صحية، الشكل مثل الخيال والريحة شهية. لتطلع سفرتك لوحة فنية، زياد لقمة هنية وطعمة أصلية. منتجات زياد، من عائلتنا إلى عائلتكم.
حافظوا على صحتكم بالتصدي لكوفيد 19 وأيضا بمواجهة مرض الإنفلونزا الذي يصيب الملايين من الأشخاص معرضا أرواحهم ونظام الرعاية الصحية بأكمله للخطر. احصلوا على لقاح الإنفلونزا الآن، فقد ثبت أنه آمن وفعال وأنه يقي ملايين الأشخاص من المرض ويمنع آلاف الحالات من دخول المستشفى. ناهيكم عن تجنب الوفيات في الولايات المتحدة. لابد لكل شخص في عمر 6 أشهر أو أكثر من الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمي حالا لنحمي عمالنا وأولئك الأكثر تعرضا لمضاعفات الإنفلونزا، لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما، الأطفال دون 5، النساء الحوامل ومن يعاني من ظروف صحية خاصة. ساعدونا في مواجهة الإنفلونزا والقضاء عليها. احصلوا على اللقاح لحماية مجتمعكم وأحبابكم. لمزيد من المعلومات زوروا موقع michigan.gov/flu. رسالة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية ميشيغان. نسائم الأربعاء. الأميرة فاطمة إسماعيل سليلة الأسرة العلوية التي أسسها محمد علي باشا، وحكمت مصر من عام 1805 حتى عام 1952. الأميرة فاطمة إسماعيل من أشهر النساء في تاريخ مصر لارتباط اسمها ببناء جامعة القاهرة، إحدى أقدم الجامعات في الوطن العربي. الزميلة دنيا كريم ومزيد من التفاصيل في التقرير التالي. هنتكلم النهاردة عن نساء صنعنا التاريخ بأنامل ناعمة لكنها قوية، رائدات في مجالهن، وكان لديهن دورا كبيرا وهاما يشهد له التاريخ على مر العصور. سطرنا أسماءهن بأحرف من نور في كتب التاريخ، وكانت من ضمنهم الأميرة فاطمة إسماعيل بطلة حلقتنا النهاردة. الأميرة فاطمة إسماعيل تنتمي للأسرة الملكية في مصر، وكانت معروف عنها حبها الشديد للثقافة العلوم والفنون. وعلى الرغم من أنها لم تتمكن من دخول الجامعة، لكنها حققت حلمها وحلم طلاب كثر، وكان لديها الفضل في بناء أول جامعة حديثة في مصر والشرق الأوسط، وذلك على نفقاتها الخاصة. اتبرعت الأميرة بمساحة كبيرة من الأرض كانت تمتلكها في الجيزة، واتبرعت بتكاليف البناء، وذلك من بيع جميع مجوهراتها للإنفاق على عملية الإنشاء. وعينت وقفا خاصا للجامعة بمساحة 600 فدان كان ملكا خاصا لها، وذلك لتغطية النفقات السنوية للجامعة. تحية وتقدير من نساء العالم للأميرة فاطمة إسماعيل. كنت معكم أنا دنيا كريم من إذاعة صوت العرب من أمريكا. تحياتي. يرتبط فصل الربيع دائما بشهر مارس فلكيا، ومع بداية هذا الشهر يترقب العالم تحسن الأحوال الجوية واخضرار الأشجار وتفتح الأزهار والثمار في أيام الربيع الدافئة التي تبدأ في معظم دول العالم من 21 مارس. وفي بعض الدول العربية يرتبط فصل الربيع بمجموعة من الطقوس والاحتفالات التي نتعرف عليها من خلال هذا التقرير الذي أعدته وتقدمه لنا الزميلة نزيه. مستمعي إذاعة صوت العرب من أمريكا، أهلا وسهلا بكم. ونسمة ربيع، الدنيا ربيع والجو بديع، قفلي على كل المواضيع. لكن في حلقتنا اليوم مش هنقفل المواضيع، وهنتكلم على أهم الطقوس التي يتم بها الاحتفال بعيد الربيع في 5 شعوب عربية. ارتبط فصل الربيع بالحياة منذ الأزل، حيث تغنى به الشعراء، فهو رمز للحياة والخلود، فاكتسب مكانة دينية وتاريخية لدى مختلف الشعوب قبل آلاف السنوات. ونبدأ بشم النسيم في مصر. احتفل الفراعنة بعيد الربيع قبل 5000 عام قبل الميلاد، ويطلق عليه في مصر شم النسيم، وله الموروث الثقافي الأقدم بين الشعوب العربية. فبدأ الاحتفال به عام 2700 قبل الميلاد في آخر عهد الأسرة الثالثة الفرعونية، ويحتفل فيه المصريون بزيارة المنتزهات والسفر إلى الأرياف لقضاء اليوم في الحقول الزراعية، ويتحول لمهرجان يشارك فيه جميع فئات الشعب المختلفة، وتلوين البيض والإبداع في عمل الأكلات المختلفة من الأسماك المتنوعة وأهمها
الفسيخ والرنجة، وهي أطعمة ذات طابع مصري، وترجع تسمية شم النسيم إلى الكلمة الفرعونية شي مو، وهي كلمة ترمز لبعث الحياة، ثم أضيف إليها كلمة النسيم لاعتدال الجو في هذا التوقيت وما يصاحبه من مظاهر الاحتفالات. أما في سوريا فقد ارتبط الاحتفال بعيد الربيع بأسطورة قديمة حول عشتار ومحبوبها تاموز، وهي القصة التي ترمز لتجدد الخصوبة مع بدء فصل الربيع. فعشتار في الأسطورة السورية هي الأم السورية الكبرى، وهي الأرض، وهي الطبيعة تتزين بكل أنواع الزهر. ويوافق عيد الأم السورية الكبرى عيد شم النسيم في مصر، ويتم الاحتفال به بتزيين شجر الصنوبر. أما عن عيد الربيع في العراق، أجمع شعب العراق على الاحتفال بعيد الربيع تحت مسمى عيد النيروز، رغم تعدد طوائفه وفصائله سنة وشيعة وأقراد، وهو يدل على اليوم الجديد أو الضوء الجديد. وتختص العراق في احتفالاتها بالكعك والحلوى العراقية إلى جانب الصالونات الثقافية. وعن الربيع في الجزائر، فقد حافظت الجزائر على الاحتفال بعيد الربيع بطقوس متوارثة تحت مسمى سافسوس، وهي كلمة أمازيغية الأصل تدل على تفتح الأزهار وإثمار الأشجار. ويحتفل الجزائريون بأصناف الأكلات أهمها المبرجة، وهي خبز معجون بالتمر على شكل دائري، وتخرج الأسر والأطفال إلى الغابات للتمتع بالطبيعة. ونروح للمغرب ونعرف أهم الطقوس للاحتفال هناك. وتبدأ احتفالات الربيع بالمغرب في أبريل وتستمر حتى نهاية فصل الربيع، وتتزامن مع شم النسيم في مصر. يحتفل المغاربة بعيد الربيع بشكل أشبه إلى الاحتفالات المصرية في المنتزهات والحقول الزراعية حتى المساء بالمأكولات والشاي المغربي. وبكده نكون عرفنا أهم الطقوس والاحتفالات بعيد الربيع في جولة بين شعوبنا العربية. وعيد ربيع وانتم بألف خير. كانت معكم تنازيه نوفل. نسائم الأربعاء. مركز طب ريهاب للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد فرح حسين، أخصائي العلاج الطبيعي بخبرة أكثر من 13 عاماً. طب ريهاب يقدم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ويضم مجموعة من أفضل أخصائي التشخيص الدقيق للحالات المرضية مع خبرة عالية في التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وعناية خاصة بعد العمليات والكسور. طب ريهاب يستقبل كل الحالات المتعلقة بألم الرقبة، الظهر، المفاصل، شلل الوجه، الانزلاق الغضروفي، عرق النساء، الحوادث وإصابات العمل. خبيرات في المعالجة النسائية لخصوصية تامة للسيدات. عندما تبحثون عن رعاية متميزة اقصدوا توب ريهاب للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 ميشيغان أفينيو، وللمواعيد اتصلوا على 313-846-0555. That's 846-0555. الساعة 9:17. أوف، لقد تأخرت، يجب أن أسرع. هل تعلم أنه مع تجاوز السرعة المحددة تزداد مخاطر الاصطدام وربما تحصل على مخالفة باهظة التكلفة أيضا؟ خلال عام واحد وقع 22 ألف حادث اصطدام بسبب السرعة في ميشيغان، مما أسفر عن 200 حالة وفاة. ماذا؟ كيف عرفت أنني مسرع؟ ثم لو لم أكن لوحدي في السيارة لما أسرعت. هل تعلم أيضا أنك بسبب السرعة تعرض حياة الركاب والمشاة الآخرين للخطر بما فيهم الأطفال والحيوانات؟ كيف تعرفين كل هذه الأشياء؟ إني أعرف كل شيء كيفن. كلما زادت سرعتك فوق الحد المسموح به، كلما زادت مخاطر ارتكابك للحوادث. خفف السرعة، هناك من يراقب سرعتك الآن. رسالة من مكتب تخطيط سلامة الطرق السريعة في ولاية ميشيغان.
مراكز IVF ميشيغان للخصوبة وأطفال الأنابيب الرواد في مجال الطب التناسلي، تعلن عن استقبال مراجعيها في بلومفيلد هيلز ومراكزها المنتشرة في ميشيغان وأوهايو، حيث يتواجد أمهر الأخصائيين لتقديم الاستشارات في جميع مجالات التلقيح الصناعي. يعتبر الدكتور نيكولاس شما أحد أهم الأخصائيين في الغدد الصماء التناسلية في ولايتي ميشيغان وأوهايو، حيث أجرى أكثر من 10,000 عملية طفل أنبوب وساعد الآلاف من الأزواج على تحقيق حلم الأبوة. يحمل الدكتور شما شهادة البورد الأمريكي في كل من أمراض النساء والتوليد، أمراض الغدد الصماء التناسلية والعقم، رعاية طبية ممتازة وتفهم عميق للأثر العاطفي والنفسي لحالة العقم. للاستفسار اتصلوا على 248-952-9600 248-952-9600. اللي ساعة عم بستناك مشان نروح نتغدى بالشام. الشام؟ ايه بالشام ومو بالشام. شلون صارت هي؟ بدل ما نروح نتغدى بالشام ايه جابونا الاكلات الشامية الطيبة لعنا لهم. وشلون بقى؟ هذا مطعم دماس عم يعمل كل الاكلات الشامية الطيبة. اوه وطيبة؟ طيبة كتير. شرفوا نتغدى سوا بمطعم دماس. الأكل الشامي الأصيل فقط بدمس كوزين، زوروهم على 28841 أرشد ليك بفارمينغتون هيلز، ولطلباتكم اتصلوا على 248-987-4609. That's 248-987-4609. دمس كوزين and catering، جبنا لكم الشام لعندكم. نسائم الأربعاء. وفي هذه الفقرة مستمعين الأعزاء نستمع إلى الزميلة هدى غازي من لبنان، حيث أعدت لنا هذا التقرير عن المرأة اللبنانية. يسعد أوقاتكم. للمرأة بشكل عام دور كبير بصناعة التاريخ وبناء حضارة ورقي المجتمعات، ودورها الأكبر كأم بالتربية الصالحة والمحافظة على تماسك واستقرار الأسرة من خلال الحب والعاطفة والأمان يلي بتسكبهم بأطباق أطفالها من الطفولة وحتى ريعان الشباب، ومن دورها الأسري لدورها الأساسي بشتى المجالات الأكاديمية والتعليمية والاجتماعية وحتى الاقتصادية من خلال مشاركتها بمختلف مجالات العمل. وهالشي بيثبت قوة المرأة الخارقة بالتوفيق بين واجباتها ونجاحها على كافة الأصعدة، تفوق على المخاوف رغم الضغوطات من شيم المرأة القوية، وكمان التأقلم مع أي تغيير. والمرأة اللبنانية بتطور مستمر، وهي بتتصف بقوتها وعدم استسلامها ومحاربتها الدائمة لتحقيق العدالة وحصولها على حقوقها. والجدير بالذكر بهذا الموضوع نشاط الجمعيات النسائية يلي قدرت بمثابرتها وعملها تعديل كتير من القوانين اللبنانية بخصوص الحضانة والنفقة والطلاق والعنف الأسري والتجنيس. والملفت كان مشاركة المرأة اللبنانية الفعالة بثورات تغيير وثورة تشرين، فاحتلت مشاهد الصدارة باحتجاجها ورفضها للفساد السياسي والاقتصادي، وشكلت المجموعات النسائية درع للمتظاهرين الشباب. وإذا رجعنا بالتاريخ بنذكر ميرنا بستاني بأول مشاركة للمرأة اللبنانية بالبرلمان اللبناني عام 1963، وعام 2004 شهد لبنان أول حكومة فيها وزيرات، فتم تعيين ليلى الصلح وزيرة اقتصاد ووفاء حمزة وزيرة الدولة للشؤون البرلمانية. وعام 2006 شهدنا حضور النساء بالنظام القضائي، فكانت فريال دلول أول امرأة لبنانية بمجلس القضاء الأعلى. وبالعام 2014 شهد لبنان أكبر تظاهرة نسائية ضد العنف، وهالمظاهرة ساهمت بإقرار القوانين المنصفة للنساء. وبالعام 2020 كانت مشاركة النساء بالحكومة اللبنانية بنسبة 30%. وما مننسى
بطلات لبنان أثناء الحرب وقوتهم يلي خلدت أسمائهم عبر التاريخ، مثل الأسطورة سناء محيدلي وسهى بشارة. ومن البطولات والحرب للفن والجمال، وما فينا إلا ما نذكر الأسطورة العالمية فيروز، سفيرتنا للعالم ورمز وحدتنا، والشحرورة صباح وتاريخها الحافل بالعطاء والنجومية، وسميرة توفيق وصوتها الأصيل والعريق، ونجاح سلام ونور الهدى وغيرهم من الفنانات الجداد يلي تخطوا حدود الوطن. وجورجينا رزق اللي كانت المرأة العربية الوحيدة واللبنانية بالتاريخ يلي توجت على عرش ملكة جمال الكون بالعام 1971، وما زالت المرأة اللبنانية بتقدم دائم بسعية لترسيخ قيم المساواة والعدالة. وبهالمناسبة بقول لكل امرأة، كوني حنونة، الحب بلمسة كفوفك، كوني الثقافة وهزي الكون بحروفك، كوني الأمومة بولادك القدوة نشوفك، كوني قوية وتغلبي على ظروفك. بيوم المرأة العالمي تحية إجلال للعطاء المقدس والمستمر، وكل الحب لكل زهرة بالكون خلت للحياة طعم ولون. وشكرا لبرنامج نسائم الأربعاء ولصوت العرب من أمريكا، وتحياتي لكم، معكم هدى غازي من لبنان. ونذهب إلى العاصمة التونسية، تونس الخضراء، مع الزميلة سندة بالهادي، وهذا التقرير عن المرأة التونسية وأشهر النساء في تاريخ تونس. عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من نسائم الأربعاء. اليوم نبدأ جولتنا من تونس، نساء تونس. تحية تونس كسائر بلدان العالم اليوم العالمي للمرأة الموافق ل 8 مارس من كل عام، والذي يتنازل هذه السنة تحت الشعار الأممي المرأة في القيادة، تحقيق مستقبل متساوي. المرأة التونسية حضور بارز في تاريخ تونس المعاصر، فقد كانت النساء وما زلنا عنصرا أساسيا للرأي العام ودافعا نحو التغيير. من الصعب جدا حصر قائمة تضم النساء اللائي اشتهرنا في تونس في كل الميادين، ومن أبرزها عبر التاريخ عزيزة عثمانة. كانت للأميرة عثمانة المشهورة بأعمالها الخيرية مكانة خاصة وعظيمة في قلوب التونسيين، وقد اعتقت قبل وفاتها جميع عبيدها وخصصت جميع عقاراتها وأموالها للأعمال الخيرية، فأنشأت المستشفيات والصناديق المالية لعتق بقية العبيد وفداء الأسرى وتجهيز الفتيات الفقيرات وغير ذلك من الأعمال النبيلة. السيدة المنوبية اعتنى والدها بتربيتها فعلمها القرآن، ثم لاحت عليها علامات الزهد والصلاح، وكان شأنها العبادة وغزل الصوف، وما زال عدد من التونسيين إلى اليوم يتبركون بزيارة طريحة. بشيرة بن مراد، وما أدراك يا رائدة الحركة النسائية في تونس، وابنة الشيخ الحنفي محمد الصالح بن مراد وما أدراك، تكونت على أيدي عدد من شيوخ جامع الزيتونة وعلمها محمد بن ناشو الإنشاء والكتابة. هي كانت الكاتبة والصحفية والمرافعة في المحافل النسائية والمختلطة، وكانت المدافعة عن حقوق المرأة التونسية في كتاباتها وخصوصا حق التعليم. زينة وعزيزة خوات راقصتان اكتشفهما الموسيقار رضا القلعي، شاركتا في عروض فنية مختلفة في أرجاء الجمهورية التونسية مع عدد من الفنانين مثل الفنان إسماعيل الحطاب. غابت عن الساحة الفنية والمعطيات المنشورة عنهما شحيحة، لكن اسميهما ظل محفورين في الذاكرة الشعبية التونسية من خلال حافلة النقل البري المسمى زينة وعزيزة. توحيدة بالشيخ هي أول طبيبة أطفال تونسية. عنا زادة عالية المنشاري، أول امرأة تقود طائرة بتونس. وما ننساوش زادة الفنانات التونسيات عبر التاريخ، عليا، صليحة، صفية شامية، حسيبة رشدي، سعاد محاسن، نعمة، ذكرى محمد، ولطيفة العرفاوي. محلاها تونس ومحلا نساها، هما مغنيات في المستوى الوطني وشرفوا عربيا. هنا تنتهي جولتنا من تونس، نحبكم برشا برشا. معاكم صمدة بالهادي
راديو صوت العرب من أمريكا. نسائم الأربعاء. العطاء قصة رائعة، بدايتها إنسان يهتم ونهايتها إنسان يحتاج. مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاما تحمل عطاءك إلى من يستحقه ويحتاجه، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. فأينما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأوار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة. للمساعدة في استمرار هذا الجهد الكبير، امنح تبرعك المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1-800-827-3543. حكي معونها فهم في العين وفهم كمان في ومن بمثل خبرة الدكتور عماد نقاش أستاذ الطب وجراحة العيون في جامعة وين، خبرة طويلة في التعامل مع أمراض العيون وجراحتها، عمليات تعديل وتصفية النظر، إزالة الماء الأبيض والأسود الجلوكوما وتصحيح النظر من أثار مرض السكر، كادر متخصص ومتدرب لخدمتكم، شعبة متخصصة للنظارات الطبية والهدسة اللاصقة، يقبلون معظم أنواع التأمين الصحي. زورهم في عيادتهم الواقعة على جنار والناين مايل في مدينة هيزل بارك. للمواعيد اتصلوا على 248-336-3937 248-336-3937 أو عيادتهم في راجستر هولس. للمعلومات اتصلوا على 248-299-3937 248-299-3937. قشات ميديترينيان ماركت بإدارة سهر قشات وأولاده يرحبون بالجالية العربية والكلدانية، جميع أنواع المواد الغذائية، ألبان طازجة، الكرزات والبهارات الطازجة. داخل الأسواق مطعم ميديترينيان شيش كباب يقدم يوميا جميع أنواع الكباب، المقبلات العربية العراقية وصواني الكامبو المميزة. تفتح الأسواق من 8 إلى 9 مساء من الاثنين وحتى السبت، ومن 8 صباحا إلى 9 مساء يوم الأحد. تقع الأسواق على 2839 North Western Highway في مدينة فارمينغتون هيلز. لحوم حلال للجالية الإسلامية، لطلباتكم من المطعم كول 248-538-7855 that is 248-538-7855. قشات ميديترينيان ماركت، خدمة متميزة ومعاملة راقية. New concept products and design. بإدارة نجي عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصاميم وخرائط؟ اتصل بناجي عبود على الرقم 734-744-9796. هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وبأسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ اتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734-744-9796. خصم 5% عند الشراء ب 75,000 أو أكثر على كافة المواد. لمزيدا من المعلومات زوروا موقعهم الإلكتروني على www.newconceptproducts.com أو زوروهم في موقعهم الجديد 31185 Schoolcraft in Livonia. ناجي عبود، العلامة المميزة في عالم المطابخ. نسائم الأربعاء. يوم التأسيس السعودي هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوافق 22 فبراير من كل عام. في 27 يناير 2022 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية. ويوافق هذا اليوم تاريخ 30 جمادي الآخرة من عام 1139 هجرية. حول هذا اليوم ومظاهر الاحتفال به نذهب إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وهذا التقرير مع الزميلة هبة أسامة. يا هلا وغلا مستمعين الكرام، حياكم الله. قبل نحو 300 عام كانت لكل منا قصة، قصة جد شهد تأسيس هذا الوطن وتلاحم مع قيادته ووريث من بعده حب الوطن أبا عن أب. واليوم نعود بالزمن لنفخر بأجدادنا وليعرف العالم مجدنا الذي بدأت حكايته
من سادس جد يوم التأسيس، يوم يعتبر أول مرة مناسبة تقام في السعودية، وهي مناسبة وطنية أصبحت اليوم مهمة جدا يتحدث فيها الجميع. ما في أحد اليوم يجهل 22 من شهر فبراير عام 1727، هذا اليوم المهم التي أسست فيه أول دولة متكاملة الأركان في الجزيرة العربية، التي كانت تعاني في السابق من حروب وتشتت وتبعثر لحد ما أسست الدولة السعودية الأولى على يد الإمام المؤسس محمد بن سعود. الجزيرة العربية قبل هذا التاريخ فقدت بالفعل معنى الدولة من بعد ما هجروا الأمويين من الحجاز إلى الشام وأسسوا دولتهم هناك. العباسيين هاجروا من مكة إلى العراق وأسسوا دولتهم. الجزيرة العربية تبعثرت وتشتتت، كل منطقة معينة وفيها قرى حولها وفيها مناطق حولها تحكمها قبيلة معينة كانوا يتحاربون. استمر هذا الحال لحد ما جاء محمد بن سعود. الإمام محمد بن سعود نشأ وتربى في الدرعية، كان عنده معرفة تامة بكل التفاصيل، لذلك كان بالفعل قائد الدرعية. قبل أن يتولى الحكم الإمام محمد بن سعود كانت مبعثرة ومنقسمة، فكانوا يحتاجون إلى قائد بالفعل ويؤسس دولة متكاملة الأركان. وحد الدرعية وكان معروف بالحنكة، بالذكاء، بالحكمة، وكان الإمام محمد بن سعود عنده علاقات قوية وتواصل مع كل الإمارات والقبائل والعشائر الذين كانوا يمرون من هذا الطريق. بعد تأسس الدولة السعودية الأولى أصبح بالفعل هذا الطريق يعتبر من أهم الطرق. بعد تولي الحكم أيضا انتشر الثقافة، انتشر الأمن في هذه المنطقة، وفعلا صاروا يشعرون أنهم تحت راية واحدة. المملكة العربية السعودية مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت مرحلة الدولة السعودية الأولى التي بدأت في عام 1727 تحديدا في تاريخ 22 من شهر فبراير إلى عام 1818. بعدها جاءت الدولة السعودية الثانية من عام 1824 إلى عام 1891، ثم جاءت الدولة السعودية الثالثة التي بدأت في عام 1902 ولا زالت مستمرة على الخير والطاعة والعز والسلام والأمان والتطور والنجاح. لذلك بعد كل هذا النجاح التي وصلت لها المملكة العربية السعودية، ما ينسى ذلك اليوم 22 من شهر فبراير عام 1727 وهو يوم التأسيس. لذلك هذا اليوم أصبح اليوم مناسبة وطنية رسمية يحتفل فيها الجميع، يحتفل فيها كل الدول العربية، يحتفل فيها أي شخص يعمل اليوم في السعودية، لأنه الجميع مغتنم وسعيد ومستفيد من الأمن والأمان والاستقرار وكل المزايا الرائعة الموجودة في هذه الدولة. شعار يوم التأسيس إبداعي. فكرة الشعار جاءت من خمس عناصر جوهرية تعكس التناغم التراثي: العلم السعودي، وأيضا النخلة، والصقر، والخيل العربية، والسوق. قصة هذا الوطن وقصة تأسيس هذه الدولة العظيمة ما هي قصة عادية؟ مستمعينا، أسعد الله أوقاتكم، دمتم بحفظ الله ورعايته. كانت معكم من الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية هبة أسامة لراديو صوت العرب من أمريكا. نسائم الأربعاء. بعد تطعيم أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم بشكل كامل بلقاح كوفيد-19، تمت الآن الموافقة على تلقيح الأطفال من عمر 5 إلى 11 سنة. فقد أثبتت الدراسات بعد تجارب سريرية مع أطفال حول العالم أن جرعتي اللقاح المخصصة لهم آمنة وفعالة. يوصي الأطباء بتلقيح الأطفال من سن 5 فما فوق من أجل حماية الأصحاء منهم أو ذوي الظروف الصحية الصعبة. الطفل جزء من المجتمع وهو معرض لأن يصاب بالفيروس ويمكن أن يحمله لعائلته ولمن حوله. احمي طفلك وعائلتك ومجتمعك.
لقح طفلك ليكون بأمان في المدرسة أو مع العائلة والأصدقاء وأثناء ممارسة الرياضة. تحدث لطبيبك واكتشف الحقائق بنفسك، أو زر موقع michigan.gov/kidscovidvaccine. رسالة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميشيغان. يلا سوا يا حبي نسهر عند شام آيس كريم، يا ماما يسلم لي أكله أطيب من اللوز والتين، ياسمين الشام على خدك وحلوة العسل بأكلك، اسم الله قمر يا قمر Orchard Lake, مدينة Farmington Hills، أو اتصلوا على 248-516-3130. نسائم الأربعاء. احتفل فريق ليفربول الإنجليزي أول أمس الأحد بتتويجه بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية للمرة التاسعة في تاريخه، بعد أن تغلب على فريق تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية في اللقاء النهائي بنتيجة 10-11 بعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي ثم الإضافي. وحول مشوار فريق ليفربول في البطولات القارية والمحلية نستمع إلى هذا التقرير الرياضي والزميل أحمد السيد. توج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم يوم الأحد الماضي، وذلك بعد فوزه على تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية في اللقاء النهائي بنتيجة 11-10 بعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي ثم الإضافي. وبهذا الفوز حقق فريق ليفربول رقما قياسيا على صعيد الأندية الإنجليزية، وأصبح أكثر الأندية الإنجليزية تحقيقا للبطولة بواقع 9 مرات، ليتخطى بذلك مانشستر سيتي. وفاز ليفربول بتلك البطولة في أعوام 1981 1982 1983 1984 1995 2001 2003 2012 و2022. كارابيو كاب كأس الرابطة الإنجليزية لجوردان أندرسون الكابتن الأول لفريق ليفربول، وجيمس ميلر الكابتن الثاني. هذه هي اللحظات يا سادة، ليفربول على سقف الكرة الإنجليزية في استاد ويمبلي شاير، الكأس التاسعة، الكأس الغالية، الكأس التي كتبت التاريخ لفريق ليفربول. 9 ألقاب لأحمر ليفربول، هو المعلم، هو الأول بحضور الألماني يورغن كلوب. فريق ليفربول الذي تأسس في 15 مارس 1892 حصد 14 لقبا على مستوى القارة الأوروبية، حيث فاز بألقاب أوروبية أكثر من أي نادي إنجليزي آخر، بعدما حقق لقب دوري أبطال أوروبا 6 مرات آخرها عام 2019 متأخرا عن ريال مدريد ب7 ألقاب وعن إس ميلان بلقب واحد، وفاز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي 3 مرات، وفاز أيضا بلقب كأس السوبر الأوروبي 4 مرات، كما فاز بلقب كأس العالم للأندية مرة واحدة. كل الجماهير في حالة استعداد، والليفر مشاهدين الكرام يدخل التاريخ الآن. ليفربول بطل أوروبا 2019 بعد أن غادرت جماهير توتنهام مدرجات الواندا ميتروبوليتانو. أطلق العينان للفرحة الكبرى لمحمد صلاح، نقول له مليون نجاح، مليون مبروك لمحمد الكبير اللي شرف الكرة المصرية والعربية من خلال هذه المباراة النهائية. مبروك لكل عاشق لليفربول بعودة الكبير والعملاق الليفر إلى محافل الكرة الأوروبية والعالمية. محليا، ليفربول هو ثاني أكثر الأندية الإنجليزية فوزا بلقب الدوري ب 19 بطولة متأخرا عن مانشستر يونايتد ببطولة واحدة، والذي فاز بلقب الدوري 20 مرة. أيضا حصل ليفربول على بطولة دوري لانكشاير وحيدة في عام 1892، وفاز بلقب دوري الدرجة الثانية 4 مرات. أما على مستوى الكؤوس فقد حصل الفريق على 15 لقب في درع الاتحاد الإنجليزي، و7 ألقاب
في كأس الاتحاد الإنجليزي و9 ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية، ليصبح بذلك مجموع البطولات المحلية حوالي 55 لقب. نشيد النادي هو لن تسير وحدك أبدا، والتي يقوم الجمهور بغنائها قبل بداية كل مباراة على أرضه. يلعب النادي في ملعبه الأنفيلد منذ تأسيسه، ويسعى فريق ليفربول للفوز بالبطولات التي يخوضها هذا العام، وعلى رأسها بطولة الدوري الإنجليزي البريمير ليج، والتي يحتل فيها المركز الثاني برصيد 60 نقطة بفارق 6 نقاط فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الأول، مع مباراة لصالح ليفربول وب70 هدف، ليصبح أقوى هجوم في الدوري الإنجليزي بفضل مهاجمي الثلاثة الأقوى في البريمير ليج، والذين يتصدرون قائمة الهدافين، وعلى رأسهم الفرعون المصري الملك مو صلاح معشوق جماهير ليفربول، بالإضافة إلى جوتا وزاديو ماني. ويتصدر الملك المصري محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدف، محققا رقما قياسيا جديدا يضاف إلى أرقامه العديدة، فقد وصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 150 بقميص ريدز في كافة المسابقات، وأصبح صلاح اللاعب العاشر في تاريخ نادي ليفربول وصولا إلى هذا العدد من الأهداف، وأسرع ثاني لاعب تحقيقا له. كما رصد الموقع الرسمي لريدز تسجيل مو صلاح رقما قياسيا جديدا باعتباره ثاني لاعب في تاريخ بطولة دوري رابطة أبطال أوروبا يسجل في 8 مباريات متتالية، كما يسعى ليفربول إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا والتي فاز بها عام 2019، حيث تتبقى له مباراة في دور 16 مع إنتر ميلان ليقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن فاز في المباراة الأولى على أرض الإنتر 2-0 بأقدام فيرمينيو ومحمد صلاح. خطيرة الكرة، فرصة للثاني، خطيرة جدا بتاع الثاني، يضرب صلاح الثاني، يضرب صلاح الثاني، يضرب صلاح الثاني، تعظيم سلام، دندن يا صلاح، مول يا صلاح، غني يا صلاح، ارشم يا صلاح، ابصم يا صلاح، بصمة مصرية قادمة من الكايرو. كنت أنا معكم أحمد السيد في الفقرة الرياضية من نسائم الأربعاء. شكرا لكم مستمعين الأعزاء، مع تحيات فريق العمل اليوم: الإعداد مجدي فكري، التقديم محمد صبري، أحمد السيد، تنازيه نوفل، هناء صبحي، دنيا كريم، ومن الرياض هبة أسامة، ومن تونس سندب الهادي، ومن لبنان هدى غازي. وهذه أرق تحياتي فرح الأعصر. نسائم الأربعاء.